ولي العهد للمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان حفظه الله نفذ ما وعد به بشأن حقوق المرأة، والتي قال عنها قبل عدة أعوام في حوار مشهور أجري معه في أحد الوكالات الأجنبية، هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يأخذنها بعد، وذلك إيمانا منه بالدور المحوري للمرأة، ولأنها الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك منحت رؤية المملكة 2030 وعرابها ومهندسها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان المرأة فرصة كبيرة للمشاركة وإثبات قيمتها لتواكب تطلعات المجتمع السعودي وتساهم في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية. وخير دليل على ذلك الثقة الكبيرة التي أولاها ولاة الأمر متمثلة بالقرارات الصادرة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله. ويشهد الجميع بالداخل والخارج بأن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية خاصة لدى سموه. فمن أصل أكثر من 60 قرار متعلق بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرار يتعلق بحقوق المرأة. فللمرأة السعودية أن تفخر في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين لما تحقق لها من إنجازات، وهذه القرارات كانت وما زالت ولله الحمد محط أنظار العالم وتقديره لقيادتنا الرشيدة. جاءت رؤية المملكة 2030 المباركة ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية لجميع مناحي الحياة، ولكون المرأة شريك أساسي وجوهري في البناء والتنمية فإن لها دور أساسي في إنجاح هذه البرامج وهذه المبادرات. تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة حفظها الله بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة لتعطي المرأة دورها ولتقوم بحقوق لتأخذ حقوقها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية ومنهجنا الوسطي بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.